أفضل ما نصرف نحن أنفسنا فيه إقامة حكم الله في الأرض. هذا هو الذي الله يقول ولنجين الذين صبروا. لماذا جاب صبروا؟ لأن هذا الشيء يحتاج إلى الصبر. ما أقول أن الآية تقصد هذا الشيء، لا، أقول لماذا الله جاء بالصبر من بين الصفات وسماه بأحسن. لأن في الحقيقة الإنسان إذا أراد تطبيق حكم الله في الأرض هذا يحتاج إلى عمودين كلشهما مهمان وكلاهما صعبان. العمود الأول التواضع والصبر. الحق يحتاج إلى تواضع، يعني ترى الحق وتتواضع له. في آية قرآنية الله تعالى يقول وأن لا تعلوا، النبي قال لقومه وأن لا تعلوا على الله. إنسان يعلو على الله، صح، يعلو على الله يعني يتكبر على الحق. هسه لا تقل الشخص الذي لا يصلي هذا يتكبر على الحق، والشخص الذي يزني يتكبر على الحق، والإنسان الذي لا يعمل أيضا يتكبر على الحق. لأنه دائما نحن نريد أن نبرئ ساحاتنا ونقول أن هذه الأشياء للفسق، الفجر، العصاة، الزنات، المرابين وما أشبه. لا، الحقيقة كل منهج للحق إذا الإنسان ما قبله عمليا يعني اعتلى عليه وتكبر عليه، وهذا الشيء في الحقيقة شيء مشكل. أن الإنسان يصبر على الحق. تطبيق حكم الله في الأرض شنو يحتاج؟ قلنا إلى شيئين. الأول التواضع والصبر، التواضع للحق والاصطبار له ولو 100 سنة ولو 200 سنة. الشيء الثاني معرفة تاريخ الماضين. الإمام أمير المؤمنين يقول للحسن ويريد أن ينبهنا، يقول فسر في ديارهم، منظر إلى آثارهم، لأن التاريخ يساعدك على ما تريد. تاريخ التجار إذا قرأته تعرف كيف تتاجر. تاريخ العلماء إذا قرأته تعرف كيف تصل إلى العلم. تاريخ المؤلفين، تاريخ الأطباء، تاريخ الشعراء، تاريخ الحكومات، تاريخ الثورات، تاريخ الحق والباطل، تاريخ العدل والظلم، إذا قرأها الإنسان يعرف. لأن الإنسان لا يولد من أمه عالما كالأنبياء والأئمة. الشيء الأول التواضع للحق والصبر، والشيء الثاني معرفة التاريخ السابق ومعرفة التاريخ المعاصر. المشكلة الآن كل الجرائد والمجلات والكتب والإذاعات والصحف كلها تتكلم حول التاريخ المعاصر. الآن خارطر شلون وصل للحكم، مرجنيف شلون وصل للحكم، عبد الناصر شلون وصل للحكم، قاسم شلون وصل للحكم، فلان شلون تحطم، هذا يسمى تاريخ المعاصر. لكن لا يكفي معرفتك أن الناصر وصل للحكم وأراد الأخذ من إسرائيل ولم يتمكن وصادق روسيا وروسيا خانوه، ما يفيد هذا الكلام. لازم تعرف مفصل تحليل الظروف المحيطة، لماذا، كيف، ومن، يعني من حارب، من صادق،